قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح صباح اليوم بتقديم واجب العزاء لأخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وإلى أسرة القاسم الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وذلك في قصر البديع.